لكم مدينه الشاون، اغلبيه غادي يقول لي المدينه الزرقاء احسن بلاصه ممكن يرتاح فيها الواحد. تكلاصات هي السابعه كاجمل مدينه كاينه في العالم، معروفه بالمناطق السياحيه ديالها، الزناقي ديالها. ولكن الخبر اللي ما مزياناش ان هذه المدينه هذه ولات كتعتبر عاصمه ديال الانتحار في شمال افريقيا. 2020 من دخلات كورونا سجل في هذاك العام اكثر من 37 حاله ديال الانتحار، الاغلبيه ديالهم شباب. السؤال الكبير اللي كاين هنايا هو شنو هو السبب اللي كيخلي هاد الدراري هادو يوضعوا حد لحياتهم، واخا عارفين ان الانتحار اثم كبير عند الله. مجله ديال سكاي نيوز قالت بان من بين الاسباب اللي كتخلي بنادم ينتحر في هذه المنطقه هي الفقر والبطاله، بالاخص ملي كيكون واحد قادر انه يخدم وما لاقيش الخدمه. بزاف ديال الناس اللي ربطوها بالتجاره في الحشيش، ديك المنطقه معروفه كامله بالزراعه ديال القنب الهندي، حيت كيف ما كيتعتبر دروغ صايبوا به بزاف ديال الدواء. ومني داروا ليه التقنين ديالو، الناس اللي كتزرع هذا القنب الهندي القيمه ديال المدخول ديالها ما بقاش كما كان قبل، ما بقاتش قادره تخدم بزاف ديال الناس. والمشكل ان هذه المنطقه هذه الظاهره ديال الانتحار ولات شي حاجه عاديه، قال لكم ان الانتحار اثم كبير وما خاصش الواحد يفكر فيها. هذا ما كان تهلا.